شقة 135 متر، ادي العداد الغاز، وادي الكهرباء قديم اهو ما شاء الله اهو. شوف التشطيب يا جماعة، شوف التشطيب، الله اكبر، شغل شغل فعلا، احدث تشطيب ما شاء الله. شقة 135 متر، الدور السابع، عمارة 6 اسانسير، 3 غرف ورسيبشن، تشطيب الترا لوكس، 3 عدادات غاز وكهرباء ومية، وحصة بالارض وحصة ورخ وحصة في الجراج اهو. المطبخ يتعمل له لسه واحدة، الحمام هيتعمل له لسه واحدة اهو يا جماعة. ادي اهو، ادي المطبخ، بسم الله ما شاء الله، اهو اهو الامريكان اهو. مطبخ واسع يشيل قطع ويشيل شغله، ومكان الغسالة وكل حاجة متوفرة. وادي الغاز اهو، مؤسسة غاز، الغاز اهو، فالتلات عدادات غاز وكهرباء ومية وحصة بالجراج. وشوف الديكور والتحف اللي مرسومة يا جماعة اهو. الشقة بدون فرش، ما اعرفش ان كان في امكانية بيع الفرش ولا لا. الشقة بدون الفرش، انا بقول الغرف فيها مرتاحة، الغرف فيها مرتاحة، 3 غرف ورسيبشن، قطعتين ومطبخ امريكان. واو اهو يا جماعة، شوفوا الرخام اللي على البلكونات، تشطيب متكلف، تشطيب تشطيب متكلف. وشوفوا بقى اول البحر كله، البحر البحر كله ما شاء الله، ولا قوة الا بالله اهو. شوفوا يا جماعة الشكل، شوفوا التحف، شوفوا الريسبشن عامل ازاي، التحف، الجبس عامل ازاي، ده فنان ومبدع اللي عامل الحاجات دي والله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. الشقة فيها العمارة فيها البرج بستة اسانسير، اول نمرة بحر، اللهم صل على النبي، 3 غرف ورسيبشن، قطعتين وحصة بالجراج ورخصة وحصة بالارض، وكل حاجة ورق سليم من صاحب الشقة، من صاحب العمارة، من صاحب الشقة، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. ادي اهو 6 اسانسير، دخل فندقي ما شاء الله، المدخل فندقي يا جماعة، أول نمرة بحر يا جماعة. شوف الرخام، رخام وجرانيت من أحدث أنواع الرخام يا رب، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. شوف ست أسانسير يا جماعة، شقة 135 متر، أدي العداد الغاز، وأدي الكهرباء قديم أهو ما شاء الله أهو. شوف التشطيب يا جماعة، شوف التشطيب، الله أكبر، شغل شغل فعلا، أحدث تشطيب ما شاء الله. شقة 135 متر، الدور السابع، عمارة 6 اسانسير، 3 غرف ورسيبشن، تشطيب الترا لوكس، 3 عدادات غاز وكهرباء ومية، وحصة بالارض وحصة ورخ وحصة في الجراج اهو. المطبخ يتعمل له لسه واحدة، الحمام هيتعمل له لسه واحدة اهو يا جماعة. ادي اهو، ادي المطبخ، بسم الله ما شاء الله، اهو اهو الامريكان اهو. مطبخ واسع يشيل قطع ويشيل شغله، ومكان الغساله وكل حاجه متوفره. وادي الغاز اهو، مؤسسه غاز، الغاز اهو، فالتلات عدادات غاز وكهرباء وميه وحصه بالجراج. وشوف الديكور والتحف اللي مرسومه يا جماعه اهو. الشقة بدون فرش، ما اعرفش ان كان في امكانية بيع الفرش ولا لا. الشقة بدون الفرش، انا بقول الشقة الغرف فيها مرتاحة، الغرف فيها مرتاحة، 3 غرف ورسيبشن، قطعتين ومطبخ امريكان. واو اهو يا جماعة، شوفوا الرخام اللي على البلكونات، تشطيب متكلف، تشطيب تشطيب متكلف. وشوفوا بقى اول البحر كله، البحر البحر كله ما شاء الله، ولا قوة الا بالله اهو. شوفوا يا جماعة الشكل، شوفوا التحف، شوفوا الريسبشن عامل ازاي، التحف،
الجبس عامل ازاي؟ ده فنان ومبدع اللي عامل الحاجات دي والله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. الشقه فيها ست العماره فيها البرج بست اسانسير، اول نمره بحر، اللهم صل على النبي، ثلاث غرف ورسيبشن قطعتين وحصه بالجراج ورخصه وحصه بالارض وكل حاجه، ورق سليم من صاحب الشقه، من صاحب العماره، من صاحب الشقه، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. ادو ست اسانسير داخل فندقي ما شاء الله، المدخل فندقي يا جماعه، اول نمره بحر يا جماعه. شوف الرخام، رخام وجرانيت من احدث انواع الرخام يا رب، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. شوف ست اسانسير يا جماعه.